الغافلين. ومن علاج الغفلة كثرة ذكر الله عز وجل. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما لي قال حين قلت ذكري. وأيضا من علاج هذه الغفلة الزهد في الدنيا، فإن من زهد في الدنيا فإنه يقبل على الآخرة ولا ينشغل فيها، فإن الدنيا مشغلة للإنسان ملهية له عن الله عز وجل. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر. Just wanted to give you guys a small little glimpse of what Friday prayer looks like here in Jordan, and I hope Allah blesses you today, this week, and talk to you soon.